نطلب زواج من شي من شي من شي انس من شي شخص. المهم هو انني عندي ثلاثه الشروط مهمين، وهاد الشروط هادو كيخليو شحال من واحد كيجي كيبغي يخطبني من دارنا وكيرجع، واخا انني الحمد لله انا ميسوره وما خاصني حتى خير. الوالد ديالي الله يرحمه قبل ما يموت خلى لي الاملاك وخلى لي واحد الثروه اللي هائله ما شاء الله الحمد لله. المهم هاد ثلاثه ديال الشروط، اولا الشرط الاول هو ان هاد السيد هذا خاصو يدير بيا عقد النكاح، هذه مهمه، وخاص العصمه تكون في يدي انا كيف ما تفهمين. الشرط الثاني هو ان هاد الشخص هذا خاصو يكون اولا مسلم، يكون كيصدق وكيزكي، والشهادة ديالو هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والحج ماشي مشكل، إلا ما كانش حج الحمد لله أنا غادي نديه معايا للحج، غادي إن شاء الله غيحج. والشرط الثالث واللي هو أهم شرط وصعيب شي شوية، هو أن هذا الرجل هذا اللي غادي يكون الزوج ديالي في المستقبل خاصو يدير النقاب بحالي، حيت كما أنا مفروض عليا أنني ندير النقاب باش إلا خرجت لبرا إلا خرجت للشارع ما نديرش ما نموتش الفتنة ما نديرش الفتنة، هو خاصو حتى هو يدير النقاب بحالي هكا، حيت هو غادي يكون الهيئه ديالو جميل وكلشي، يعني ما خاصوش يخرج بلا نقاب، حتى هو مفروض عليه يدير النقاب بحالي كما انا مفروض عليا. وحتى كاع الا كاين شي شخص باغيني وما بغاش يدير النقاب، على الاقل بعدا يبقى في الدار ما يخرجش كاع لبرا ما يخرج، وانا راه غنوفر ليه كلشي داكشي اللي خاصو، كلشي داكشي اللي غادي يبغيه غنوفر ليه، ولكن ما يخرج. وراه اللي قبل بالشروط ديالي راه النمره ديالي غادي تكون تحت الفيديو، اللي موافق راه يصوني عليا مرحبا به. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا قابل الشروط ديالك، حتى النقاب او بديت كنلبسو من دابا، وحتى اللي قات كنديرهم كما قلتي بغيتي النكاح نديرو النكاح ونمشي ونحجو ونطوفو ونرجعو. ولكن انا عندي واحد الشرط اللي قبلتي عليه، وهو تكبري اللحيه تخلي اللحيه كبيره، ولا وافقتي على هذا الشرط هذا ها النمره غادي تدوز دابا هنا لتحت وعيطي ليا. يلا في امان الله.